اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وصلنا لوقت فقره المطبخ. اليوم مع الشيف محمد الجعران رح نتعرف على طريقه حلوه كثير لعمل الرز، ولكن بالطريقه الايطاليه روزيتو، وهو رز كريمه وممكن اضافتك العديد من الاشياء معه. طريقه كثير طيبه، انا شخصيا بحبها كثير، واكيد مع شيف جدا مميز بعمر لسه صغير. صباح الخير شيف محمد. صباح الورد، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله انا منيحه. لما بنقول لما الابداع دائما يبلش بعمر صغير، معناته يعني مع مرور السنوات بكون في ابداع زياده وزياده. احنا يعني كثير فخورين بشيف مثلك بعمر صغير وعم بيعمل كثير شغلات مميزه. خبرنا عن الروزيتو. هلا اليوم الروزيتو في عندنا مكوناتها، بحط زيت زيتون، بحط زبدة، بعدين بدي انزل عليها بصل وحط ماشروم، تمام، اسوي لهم شتاء. بعد بشوي انزل الرز، احمصه شوي صغيره، احط عليه كريمه اخليه يتشرب. حلو. بعد بشوي احط عليه ستوك اللي هي مرقه الدجاج، تمام، كنا مسويها جاهزه. اوكي. وبعد بشوي قبل ما تسكبيه بتحطي جبنه بارميزان، تمام، وبعدين هدول ديكوريشن يعني العادي. حلو. هو طريقه ايطاليه، ما هي طريقه ايطاليه هي. حلو. ممكن انه نعمله جنب اي طبق رئيسي، تقدر جنب اي طبق رئيسي. هو لازم الرز تبعه يكون رز اللي هو الروزيتو، بس انا اليوم جبت رز مصري عشان يكون متكون من اي بيت، اي ست بيت تقدر تسويه. حلو. ومش صعب اي حدا. حلو. يلا خلينا نبلش. معناته أول شو الفرق بين الروزيتو والرز المصري؟ الروزيتو شو فرقه؟ حبته اصغر يعني ولا حبته اصغر؟ وهداك رز ايطالي بيكون فيه النشا اكثر، هذا اقل. أوكي. يعني هذا لازم تنقعيه قبل، هذاك انه بس تسلقيه وتبلشي. حلو. بيختلف. طيب خلينا نبلش. معناته ان شاء الله حطينا شويه زيت زيتون مع قطعه زبده صغيره. ايوه تمام. خليها بس شويه تدوب. يعني دمج الزيت الزيتون مع الزبده بيعطي نكهه كثير طيبه. بيعطي نكهه طيبه. وقبل برضه انه ما اسكب بدي احط برضه شويه زبده عشان تعطي لمعه للصحن. اها حلو حلو. هاي اللمسات البسيطه السحريه بتضيف شغله كثير مهمه على فكره للاطباق. اذا اول شيء البصل بده يكون مش كون متحمر على الاخر، ماخذ لمعه خفيفه عشان تنزل المشروم عليه، يكون مقطع سلايس عشان برضه يستوي معه على السريع. حلو. كنت اسال الشيف محمد قبل الهوا انه روزيتو ممكن ينضاف اليه بعض المكونات، يعني ممكن اذا بتحبوا تضيفوا عليه الجمبري، الشرم الصغير، ممكن ينضاف عليه التشيكن، يعني اشياء عديده. اليوم هو عم بيعمله فقط مع المشروم، ولكن طبعا حسب انتم رغبتكم ايش ممكن تضيفوا عليه. انا كثير بحبه مع الجمبري. زاكي كثير كثير مع الجمبري. بتقدر تضيف عليه جمبري، بتقدر تضيف عليه شرم، بتقدر تضيف عليه برضه دجاج، ايش ما بدك، يعني حسب انتم شو اللي بدك اياه يكون عليه زياده بتقدري. بس هذا البيسك تبعه. هذا البيسك. نعم. هذا لما يكون في طبق رئيسي مثلا ممكن انه ينعمل جنبه هيك بيت. صحيح. هلا الرز هذا منقوع شيف محمد؟ هذا منقوع بس انه ما سلقته. وفي ناس بيسلقوه نص سلقه عشان يستوي معهم اسرع. اوكي. بس هو الاصل انه خلص انه بس انه شو اسمه تنطفي الرز، تمام، ربع ساعه بتخليه منقوع. هذا ربع ساعه. ايوه تمام. وبعدين خلص بكون جاهز، خليه شوي يتحمر معها. لازم يتحمص مع ال مش كثير يعني شوي صغيرة عشان اصلا لما هلا انزل الستوك والكريمه انه عشان يشربه كامل يكون سخن ما يكون بارد. هاي الحركه تبع تحميص الرز بشوفها يعني دائما بيعملوها حتى بالاشياء الاطباق العربيه، دائما لما قبل ما يضيفوا مرقه الدجاج دائما بحسهم بحمصوا الرز شوي مع الزبده او الزيت وبعدين يضيفوا مرقه الدجاج. شو السبب؟ السبب انه الرز بتحمص لما تنزل عليه مثلا الستوك اي شيء بيشربه على السريع. أوكي. تمام، وبصير انه اطيب طعمه. تمام. الروزيتو عشان تعطي قرشه لازم يكون متحمص شوي. حلو. نحط هلا كريمه. كريمة الطبيخ. الكريمة قبل المرقة. تمام. تمام. you
هلا بننزل عليه الستوك تبعه هلا هيك شوي ان شاء الله يكون الصحن كويس. لا اكيد رح يكون كويس. اذا حطينا الكريمه اول شيء. حطيت المرقه ولا هلا بدك تحط المرقه؟ اوكي كمية منيحة بحيث إنه يشرب شوي منها ما هيك؟ أيوة لازم. هلا برضو إنه تقدر تضيف المرأة أكثر أو أقل حسب إنه إذا أنت بدك إياه الرز يطلع إنه مستوي بزيادة ولا لا. هلا هو الروزيتو الأصل لازم يكون فيه قرشة. نعم. في ناس ما بتحبه بقرشة بس هذا إنه بطل روزيتو. نعم. بيختلف يصير اسمه صار رز زايدي. صح صح صح. إذا بعد إضافة الكريمة بعديها أضاف الشيف محمد مرقة الدجاج، ممكن تكون جاهزة ممكن أنتم تكونوا محضرينها أو من بواقي طبخة قبل في شوية مرقة دجاج ممكن أنه تستعملوها لروزيتو، وبعدين بدك تخليها تغلي ما هيك؟ ولو أنها ساخنة كان خلصنا أسرع بس أنه ما قدرت أسخنها على الصبح. حلو، إذا بنحط المرقة مع الكريمة بنستناها لتغلي شوي، هي تقريبا عم تغلي، وبعد هيك بعد ما تغلي قد ايه بتقعد على النار؟ بتطول؟ لا لا لا، هلا هيك شوي بتشربها تمام، بتروح بتتبخر المي، بعد ما تشوف المي تبخرت الرز انه خلص صار جاهز بتنزل عليها الجبنة تمام. اها، وبعد انه ما تنزل الجبنة طوالي لازم تسكبيها لانه يعني حتمسك. الجبنة بتحطها مع الخلطة يعني آخر شيء لما يصير الرز تقريبا ناشف قبل ما ينشف بشوي حط الجبنة ولازم تسكبيه طوالي. الجبنة بتنحط قبل السكب ليه؟ لأنه بيمسك يعني بيمسك. أيوة زي كأنه بدك تحكي على الجنب. أوكي، لازم طوالي تسكبيها، فهي الجبنة ما بتنحط إلا قبل السكب. حلو، وأكيد بنحط عليها إيش البهارات؟ فلفل أسود وملح ملح فلفل أسود أو ملح فلفل أبيض مثلا عادي كله مزبوط. حلو، إذا هي الطبخة أو الروزيتو بلش يجهز معنا، بلشت تغلي المرقة اللي جهزها الشيف محمد. وبرضه لو بدك إياه يستوي أسرع وهيك حط عليه غطاية على السريع بتبخر. والله؟ حلو. طيب، وأنت محضر طبق حلو كثير للسكب. شفته مجهز، هذا طبق إيطالي ولا على ذوقك؟ وعلى ذوقي يعني. على ذوقك. طيب. إذا دقايق ثواني بيكون الرز تقريبا جاهز، ما تنسوا انه لازم تحطوا الجبنة مثل ما حكى الشيف قبل السكب مباشرة، يعني بنضيف الجبنة وعلى طول بنسكب بعديها الرز بحيث انه يتماسك معنا. طيب الشيري توماتو لإيش؟ والبقدونس للتزيين زين بدي احطهم. يعني الشيري توماتو بدي اخذ حبة مع العرق تبعها. اوكي بس ما بضل هيك. طيب يلا خلينا هلا نوصل لمرحلة تجهيز الصحن. يلا بس تعطوني دقيقتين. يلا. إذن عم نشوف الطبق تقريبا بلش يجهز معنا. مثل ما انتم شايفين روزيتو بالكريمة مع المشروم مع مرقة الدجاج. إضافنا أو أضاف بالبداية شوية بصل خفيف مع الزيت والزبدة، وبعديها أضاف الرز حمصه شوي ومن ثم شوية كريمة، وبعديها مرقة الدجاج بنخليه يغلي دقائق قليلة، يعني دقيقتين تقريبا لثلاث دقائق. إذا حابين إنه يسوي أسرع بتغطوا الطنجرة، أو إذا حابين إنه ياخذ سوى كامل كمان بتتركوه شوي. إذا هيو شربت المرأة. هلا بدنا نسكب الصحن. 10 ثواني بحط الجبنة. يلا خلينا نحط الجبنة، بدنا نورجي المشاهدين نتيجة الطبق قبل ما يخلص الوقت. أكيد يلا. إذا خلينا نسكب الطبق ونضيف الجبنة يعني. بارميزان ولا موزاريلا؟ لا جبنة بارميزان. بارميزان. شوية ملح وشوية فلفل أسود أو فلفل أبيض. تمام. هلا هيك اوريدي صار جاهز، بس بحط عليه شوية زبدة عشان يعطيه لمعة. حلو. هيك. شوية زبدة بالآخر.
تمام. تعطي لمعة على الصحن. هاي يعني للي بده يكون مثلاً الصحن تبعه لامع. إحنا هلأ باللحظات الأخيرة لحتى نشوف النتيجة النهائية لطبق الروزيتو الإيطالي للشيف محمد الجعران معنا اليوم. أضاف جبنة البارميزان قبل التقديم مباشرة. يا عيني عليك يا شيف محمد، هذا الطبق اللي على فكره بتقدر تحطوا فيه شمعه من تحت بحيث يضل صفر. هو في شمعه بس انتوا عشان عم تحكوا لي على الهواء انه ما في وقت هي الشمعه تحت. حلو. بعديها رح نزين الطبق بشويه بقدونس وشيري طماطم، وممكن طبعا ممكن يمكن يعني اذا بتحبوا انه تزينوه ايضا ببعض المشروم، احنا بس مش راح نلحق مع الوقت، فيكم انه تخلوا شويه مشروم على جنب وتعملوه مع شويه زبده سوتيه وتحطوه على الوجه. زيت او زبده عادي. حلو، زيت او زبده وتحطوه على الوجه وبتزين اكيد بباقي المكونات. اذا شيف محمد الجعران احنا هلا بالثواني الاخيره رح نتركك كمل الشغل، ويعطيك الف عافيه. شكرا لك. الكاميرا اكيد رح تضلها معك مع الطبق وجاهز. هيك الطبق صار جاهز واي حدا بيقدر انه ياكله. شكرا لك. عفوا لك. شكرا لكم. يعطيك الف عافيه. الله يسعدك. اذا مشاهدي